شنت ميليشيا الحوثيين الانقلابية قصفاً بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدفت فيها المدنيين في قرى بمنطقة العود التابعة لمحافظة الضالع. مصادر محلية قالت إن الميليشيا المتمركزة في جبل السور بمديرية الشعر في محافظة إب قصفت قرى عزلة الشرنمة بالعود في محافظة الضالع. تزامن استهداف المدنيين مع قصف مدفعي شنته الميليشيا الحوثية المتمركزة في عزلة العذارب بمديرية بعدان على مواقع الجيش الوطني في قطاع يبار. وينضم إلينا عبر الهاتف من جبهة مريسي فوزي أو من محور الضالع فوزي المريسي ناطق الجيش الوطني باللواء 83. سيد فوزي أهلا بك معنا. بداية الحديث عن تعزيزات وحملات تعبئة للميليشيا في دمت بالضالع، ماذا عن استعدادات الجيش في هذه الجبهات؟ نعم، هو كما أشرتم في الخبر الذي أوردتموه قبل قليل، الميليشيات قامت بتعزيزات او ومنذ 3 ايام او منذ 2 يوم متتاليين، وهي تحشد مقاتلين جدد الى مناطق الارفاق. الميليشيات في خسائر كبيره جدا في الارواح والاثاث، وكسرت زحوفها وهي تحاول ان تتقدم في مواقع الجيش الوطني، لكن اللواء 83 مدفعية كانت بالمرصاد لهذه المحاولة، ولقن هذه الميليشيات جلوس قاسية. الحديث عن هذه المعركة كانت من أقوى المعارك التي شهدتها هذه المناطق، حيث استخدمت الميليشيات بحسب المعلومات الواردة إلينا مقاتلين من كتيبة ما يسمى بكتيبة الموت، وكانت استماتة كبيرة جدا لهم، لكنهم وجهوا بمقاومة شرسة من أبطال اللواء 83 مدفعية، وتقدم وكان يقود المعركه العقيد صبر النميري اركان حرب اللواء بنفسه. هذه المعركه اسفرت بحسب المعلومات عن مقتل قرابه 40 من الميليشيات التي حاولت التسلل الى هذا المكان. الحديث عن التعبئه العامه وتدشين ما يسمى بالتعبئه العامه في مديريه دمت يوم امس للميليشيات وبحب. نعم سيد فوزي، كما نفهم نحن ويفهم المتابعين، في ظل دعي الميليشيات الى رفع معنويات المقاتلين من منتسبيها بعد ان منيوا بخسائر كبيره وهزيمه نكراء في منطقه يعيش كما اشرنا، ايضا هناك تعزيزات تصل الى منطقه العرفات كان اخرها قبل قليل بحسب المعلومات. هذه التعزيزات يقابلها في استعدادات كبيره لقوات الجيش الوطني، فقوات الجيش الوطني اليوم اكثر من اي وقت مضى تتسلح في الجاهزيه وفي الاستعداد وفي الترتيب. اليوم وحدات الجيش الوطني في هذه الجبهه ممثله في اللواء 83 مدفعيه وايضا بمشاركه من لواء الاستقبال الذي تحول مؤخرا الى لواء الرابع احتياط. اليوم الترتيب اكثر من اي وقت مضى وبالتالي فان اي محاوله لهذه الميليشيات للتقدم ستكون عواقبها وخيمه كما كانت في المرات السابقه، بل اشد وانكى. نعم سيد فوزي، اللواء 83 مدفعيه صد هجوما عنيفا للميليشيا الجمعه الماضية، يعني أوقع خسائر أيضا في الأرواح والمعدات في صفوف الميليشيا، حدثنا قليلا عن كسر الجيش لهذا الهجوم. نعم كما أشرنا، الهجوم كان عبارة عن محاولة سائسة من الميليشيات للتقدم إلى الخطوط الأمامية في منطقة يعيد، وبعد أن شعرت قوات اللواء 83 مدفعية والجيش الوطني في هذه الجبهة بأن الميليشيات تحاول التقدم، يعني أوقفت القصف من جميع المواقع المحيطة لهذه المنطقة، وجعلت الميليشيات فيما يعرف بعملية استدراج تدخل إلى القرب من مواقع الجيش الوطني، ومن ثم جرى الانقباض عليهم وتوجيه ضربة قاسية لهذه الميليشيات. وما قيامهم بإقامة الفعاليات وإرسال التعزيزات اليوم إلا لأنهم كما نفهم فقدوا قيادات رفيعة، وبحسب المعلومات في
بالمناسبه هناك يأتي بارز لم يتسنى لنا التاكد من اسمه، لكنهم استخدموه من صنعاء ليقود العمليه الاخيره ولقي مصرعه في هذه المواجهات، وربما تكون زياره القيادات الى هذه الجبهه هي لاخذ جثه هذا القيادي، ولكنهم ارادوا ان يغطوا بما اسموا بتدشين التعبئه العامه. على اي حال الميليشيات منيت بخساره كبيره جدا، وانكسرت جحافلها في اعتاب هذه المنطقه. رجال الجيش الوطني اليوم يتسلحون كما اشرنا بتدريب عالي وبمعنويات اكثر قوه، لكنهم في هذا الوقت يطالبون بالمزيد من الدعم والعنايه من قبل قياده الشرعيه ومن قبل ايضا قياده التحالف العربي، باعتبار ان هذه الجبهه جبهه قويه ايضا جبهه مهمه، تمثل لا يمثل الدفاع عنها فقط الدفاع عن منطقه مريس، هي ايضا تمثل قديما وحديثا العمق الاستراتيجي للمناطق الوسطى، وتعد ايضا البوابه الرئيسيه لاقليم عدن، والقتال في هذه الجبهه وصد الميليشيات يعني الدفاع عن العاصمه المؤقته عدن وعن الاقليم بشكل عام. الميليشيات ايضا في جبهه دمشق تعتبر ان بقاءها هناك هو لمنع زحف قوات الجيش الوطني من التقدم نحو صنعاء، لانها اول نقطه متقدمه للميليشيات تسيطر عليها واول منطقه هي مديريه دمشق، وبالتالي هناك اهميه لهذه الجبهه سواء من وجهه نظر الميليشيات الحوثيه او من وجهه نظر او من ناحيه منطقيه، وهو ما يفرض على قياده الشرعيه ان تهتم كثيرا بهذه الجبهه، كما ايضا يفرض على قياده التحالف العربي مضاعفه المزيد من الدعم لهذه الجبهه وتسليح بين المرابطين فيهما، وايضا الاسناد الكافي من قبل الطيران. خلال الفتره الماضيه كان طيران التحالف يشن غارات مكثفه على مواقع الميليشيات في جبل ناصر واستهدف تعزيزات لهم وايضا دمر اليات لهم، لكنه في الفتره الاخيره تحليق مستمر من غير سيد فوزي. على كل حال شكرا جزيلا لك سيد فوزي. سيد فوزي المريسي شكرا جزيلا لك، ناطق الجيش الوطني باللواء 83 جبهة مريس.